قالوا يا مقبل صلاتك باطلة وصلاة الذي نام على يمينك. أنا أصف وما في أحد يحب أن يأتي على يميني لألا يكون صلاته باطلة، يأتون على اليسار على اليسار. ليش؟ قالوا لأنك تتنحنح في الصلاة. قلت ما هو الدليل على بطلانها؟ قالوا قد قال سيدي حسن. قلت ما هو الدليل على بطلانها؟ قالوا قد قال سيدي حسن. ذهبت إلى سيدهم حسن أعرفه، قلت له نحنح في صلاته، ما هو الدليل على بطلان صلاته؟ قال هو مكون من حرفين ألف وهمزة، مكون من حرفين. قلت أنا أسألك الدليل، ما هو الدليل؟ قال إنكم جهلة.